بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخوتنا المجاهدين في أرض فلسطين نصرا مؤزرا، وأن يكسر شوكة اليهود الغاصبين، وأن يردهم خائبين، اللهم آمين. أسألكم قبل أن نبدأ الدرس، من حفظ البيتين أو من حفظ البيت في ترتيب أصناف زكاة الفطر؟ نعم، عبدان سيأخذ الشوكولاتة وأنتم تنظرون. بسم الله. غدا، اليوم تطور، غدا يلزم كل واحد أن يأتي حافظا. بسم الله، تفضل. بالله سل. أحسن. بالله سل شيخ ذي رمز حكام ثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل. أحسنتم، تفضل. وياكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا فصل يا إخواني يتناول فيه المصنف العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن فضل رحمه الله الكلام على مسألتين. المسألة الأولى النية في الزكاة، والمسألة الثانية تعجيل الزكاة. وهاتان المسألتان من المسائل التي خلت منها المتون الصغيرة، فلا تجدها على سبيل المثال في متن أبي الشجاع، وكذلك لا تجدها في نظم الزبد. واضح؟ ولذلك ربما تكون هاتان المسألتان جديدة على بعضكم. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وتجب النية، لأن الزكاة عبادة، والعبادة تفتقر إلى النية، أي في صحتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، والتقدير إنما الأعمال تصح بالنيات. قال رحمه الله: فينوي. من هذا الذي ينوي؟ المزكي. ينوي المزكي، ومثل المزكي الولي الذي يخرج الزكاة عن المحجوب. واضح؟ ومثل المزكي الولي الذي يخرج الزكاة عن المحجور، كالذي يخرج الزكاة عن مالي أو من مال السفيه. ومع ذلك يصح لهذا الولي أن يفوض نية الزكاة إلى ذلك السفيه. إذن لما قال وتجب النية فينوي، أي فينوي المزكي أي صاحب المال، ومثل المزكي في هذا الولي الذي يخرج الزكاة في مال محجوره، ويمكن أن يفوض النية إلى محجوره لينوي هو الزكاة. قال: وتجب النية فينوي، هذه زكاة مالي، أو هذه زكاة مالي. نعم، هذه زكاة مالي. انتبه معي، الزكاة لا تستعمل إلا في الفرض بخلاف الصدقة، فإنها تستعمل في الفرض وفي النفل. ولذلك هنا قال: هذه زكاة مالي. هل يشترط أن يقول هذه زكاة مالي المفروضة، أو أن يقول هذا فرض زكاة مالي؟ هل لابد من الاتيان بالفرضية أو لا؟ لماذا؟ لأن الزكاة لا تكون إلا
إلا فرضا، لكن يستحب. ولذلك هذه المرتبة لو قال هذه زكاة مالي صح، لكن الأولى أن يقول هذه زكاة مالي المفروضة، أو هذا فرض زكاة مالي. واضح أو لا؟ واضح. والمعتبر بما في القلب، لكن التلفظ مستحب. جيد. قال هذه زكاة مالي ونحو ذلك. طيب لو قال مثلا هذه صدقة مالي، هل يكفي؟ أتى بالصدقة. هذه صدقة مالي، هل يكفي؟ ماذا يقول؟ هذه صدقة مالي المفروضة، أو هذه صدقة مالي الواجبة. والإضافة إلى الياء ليست شرطا. فلو قال مثلا هذه صدقة المال الواجبة، هذه صدقة المال المفروضة، فإنها تصح أيضا. فهمنا ولا لا؟ إذن كم ذكرنا الآن صور تصح؟ لو قال هذه زكاة مالي تصح، لو قال هذه زكاة مال مفروضة من باب أولى أنها تصح، ولو قال هذه صدقة مالي الواجبة أو المفروضة تصح، ولو قال هذه صدقة المال الواجبة أو المفروضة المال تصح أو لا؟ تصح، لأن قلنا الإضافة إلى الياء ليست شرطا، تصح. إذن هذه كم صور الآن؟ أربع. أعيد مرة أخرى، انتبهوا معي. لو قال ما أتى به المصنف هذه زكاة مالي تصح، لأن الزكاة لا تكون إلا فرضا. ومن باب أولى الصورة الثانية، الصورة الثانية من باب أولى لو قال هذه زكاة مالي مفروضة، لأنه أتى بهذا التعبير وزاد الفرضية، وذكر الفرضية هنا مستحب. طيب لو قال الصورة الثالثة هذه صدقة، انظر صدقة، هذه صدقة مالي لا يكفي إذا وقف هنا، بل لابد أن يقول الواجبة أو المفروضة. لماذا؟ لأن الصدقة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، بل الصدقة قد تكون في غير المال. تبسمك في وجه أخيك صدقة، واضح ولا لا؟ كل تكبيرة صدقة، سميت صدقة. طيب لو قال هذه صدقة المال لا تكفي، لو قال هذه صدقة المال الواجبة أو المفروضة صحت. هذه كم صور الآن؟ أربع. أربع. هذه زكاة مالي، هذه زكاة مالي المفروضة، هذه صدقة مالي الواجبة أو المفروضة، هذه صدقة المال الواجبة أو المفروضة. أربع. فهمتم؟ لكن لو قال هذه صدقة المال، هذه صدقة مالي، يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي. لماذا؟ لأنها تحتمل الفرض والنفل، ولا بد من التمييز. طيب لو قال هذا فرض المال أو هذا فرض مالي، يكفي أو لا يكفي؟ هذه الآن صورة السادسة، هذا فرض المال أو هذا فرض مالي، يكفي أو لا يكفي؟ لماذا لا يكفي؟ لأن الفرض قد يكون غير الزكاة كالنذر والكفارة، واضح ولا لا؟ فلا يحصل التمييز. إذن كم هذه مصطلح، كم هذه صيغ أو صفات أو صور؟ ست. قال هنا وتجب النية فينوي هذه الزكاة، فينوي هذه زكاة مالي ونحو ذلك، أي وينوي نحو ذلك. متى تكون النية؟ متى يأتي بالنية في الزكاة؟ متى يأتي بالنية في الزكاة؟ انظر، النية في الزكاة لها أربعة مواضع. لها كم مواضع؟ الموضع الأول عند عزل المال عن الزكاة، يعني مثلا حسب الزكاة وأخرج المال هنا والزكاة هنا، فعزل المال عن الزكاة
ونوى حينئذ كانت هذه النية معتبرة. الموضع الأول الذي تصح فيه النية عند عزل المال عن الزكاة أو الزكاة عن المال، واضح يا شيوخ؟ هذا الموضع الأول. الموضع الثاني بعد العزل وقبل إعطائها المستحق، بعد العزل وقبل أن يعطي للمستحق، لو نوى بعد أن عزل، بعد أن عزل المال نوى أن هذا المال زكاة وقبل إعطائه للمستحق، تصح النية أيضا. الموضع الثالث عند إعطاء الزكاة للإمام، عند إعطاء الزكاة للإمام، واضح؟ فلو أعطى الزكاة للإمام ونوى أنها زكاة كفاه ذلك. الرابع عند إعطاء الزكاة للوكيل، عند إعطاء الزكاة للوكيل، فلو أعطى الزكاة للوكيل الذي سيفرق الزكاة ونوى عند الإعطاء كفى، حتى لو أن الوكيل لم ينوي عند إعطائها المستحقين، يكفي النية التي كانت عند إعطاء الوكيل. جيد ولا لا؟ جيد. طيب، لو أنه لم ينوي عند إعطاء الزكاة للإمام أو عند إعطاء الزكاة للوكيل، لم ينوي، لكن الإمام عندما فرق أو الوكيل عندما فرق نوى، هل يجزئ ذلك أو لا يجزئ؟ الجواب لا يجزئ. إذا كان المالك لم ينوي عند إعطاء الوكيل أو عند إعطاء الإمام ثم الوكيل أو الإمام نوى عند التفريق، واضح؟ فإن هذا لا يجزئ. فهمتم؟ إذا تفهموا من هذا أنه لو نوى مثلا أن هذا زكاة لكن قبل العزل، أن هذه النية لا تجزئ. إذا حتى تقع النية صحيحة لا بد أن تقع في أحد هذه المواضع الأربعة. وأنتم تعلمون يا إخوان أن النية قصد الشيء مقترنا بفعل، فالنية إما أن تقترن بالعزل، وإما أن تقترن بالدفع إلى الحاكم، وإما أن تقترن بالدفع إلى الوكيل، فلا بد أن تقترن بهذه الأمور. فقال هنا وتجب النية فينوي هذه زكاة مالي ونحو ذلك. وقبل ذلك أقول، قبل ذلك أي قبل المسألة الثانية، مسألة التعجيل، إن حولان الحول، حولان الحول به يحصل وجوب الزكاة، وبحولان الحول مع التمكن يحصل وجوب إخراج الزكاة فورا. فهمتم ولا لا؟ بحولان الحول تجب الزكاة، بمجرد أن يحول الحول تجب الزكاة، واحد. وبحولان الحول مع التمكن يجب إخراجها فورا. وبالتالي إذا حال الحول ولم يتمكن لا يجب إخراج الزكاة فورا. وقد ذكرنا هذا في مال المغصوب، واضح؟ قلنا تجب الزكاة بحولان الحول لكن لا يجب الإخراج إلا عند التمكن من، إلا عند التمكن من الإخراج. فلو أنه حال الحول عليه وتمكن من الإخراج ولم يخرج فورا، إيش نقول؟ يأثم، واحد، ويضمن قدر الزكاة من المال إن تلف المال. فهمتم ولا لا؟ حال الحول ومعه 40 من الغنم وتمكن من الأداء، اجتمع الأمران، حولان الحول والتمكن، وجب الإخراج فورا لكنه لم يخرج فورا، إيش نقول؟ يأثم. ثم ماتت جميع الشياه، نقول تضمن شاتا،
فالزكاة الآن مضمونة عليك حتى وإن تلف المال، لأن الوجوب هنا كان بعد التمكن. فهمتم يا شيخ ولا لا؟ طيب، ذكر المسألة الثانية فقال: ويجوز تعجيلها، أي ويجوز تعجيل الزكاة قبل الحول، وشروط إجزاء المعجل. إيش هو المعجل؟ يعني نفترض أن عندي 40 رأسا من الغنم، كم الواجب يا وافي؟ شاة واحدة، صح؟ الحول، نحن الآن في شهر رجب، الحول سيكون في شهر محرم القادم، يعني بعد نحو 7 أشهر، تمام؟ فأنا أخرجت الشاة الآن، هل يجوز تعجيل الزكاة أو لا يجوز؟ قال يجوز لكن بشروط، هو ذكر بعضها وزدت بعضها. فقال: ويجوز تعجيلها قبل الحول، أي قبل تمام الحول، وشروط إجزاء المعجل. ما هو المعجل في المثال السابق؟ الشاه، هذه خرجت معجلة، صح؟ أن يبقى، هذا الشرط الأول، المالك المزكي، أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول. الشرط الثاني: وأن يكون القابض، من القابض؟ المستحق. وأن يكون القابض آخر الحول مستحقا، واضح؟ هذان شرطان. في الحقيقة الشروط أكثر من هذا، أشرحها في السبورة. شروط صحة تعجيل الزكاة 6. الشرط الأول: كون التعجيل عن عام واحد فقط، فلا يصح تعجيل الزكاة عن عامين أو عن 3 من باب أولى، أو عن 4، إنما تعجل عن عام واحد. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة مالية لها سببان: النصاب والحول، واضح؟ فيجوز أن تقدم على أحد السببين، على أحد السببين، تمام؟ والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعجل زكاة العباس عمه رضي الله عنه، استعجل زكاة العباس عمه على إيش؟ تقدير فعل، ويصح عمه ويصح عمه، استعجل زكاة العباس عمه، تمام؟ استعجل زكاة العباس عمه لعامين. هذا الحديث أجاب عنه الشافعية بأن فيه ضعفا، واضح؟ بأن فيه ضعفا، وقالوا الزكاة إنما يجوز تقديمها لعام واحد فقط، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون الشخص الذي يعجل الزكاة مالكا واحد، للنصاب 2، أن يكون مالكا للنصاب. هذا يمكن أن تجعله شرطين، فقولنا مالكا قيد، أخرج الولي على مال محجور ليس له أن يعجل الزكاة لأنه ليس بمالك، ولا مصلحة في تعجيل الزكاة بالنسبة للمحجور، واضح؟ نعم، لو وجدت مصلحة يمكن أن يقال، لكن الأصل أن الولي تصرفه عن غيره لا يكون إلا بالأحظ الأصلح. إذن لابد أن يكون مالكا، فخرج من؟ نقول خرج بقولنا مالكا، خرج الولي للنصاب. تفهم منه أنه لا يجوز تعجيل الزكاة لمن كان عنده دون النصاب، أي قبل تمام النصاب. نحن الآن في شهر رجب، عندي 35 من الغنم، لا يجوز أن أعجل الشاة الآن، لأنني لو عجلت الشاة الآن أكون قد قدمت العبادة المالية على السببين، على النصاب وعلى الحول،
والقاعدة تقول إن العبادة المالية إنما يجوز أن تقدم على واحد من السببين لا على السببين معا، فهم؟ طيب، إذن قولنا كونه مالكا للنصاب أخرج ما لو لم يكن مالكا للنصاب، اتضح؟ طيب، الشرط الثالث أن يبقى أهلا للوجوب إلى تمام الحول. أن يبقى من هذا؟ المزكي الذي هو مالك، أن يبقى بصفة الوجوب إلى آخر الحول. فلو حصل أن المالك هذا مات، واضح؟ أو أن المالك عياذا بالله ارتد عن الإسلام، تبين أن ذلك المعجل لم يقع عن الزكاة، لأن المالك لم يكن أهلا للوجوب في تمام الحول. الحول في المثال السابق سيكون في محرم، هو أخرج الزكاة الآن في رجب، لكن عندما جاء محرم كان مرتدا، عندما جاء محرم صار عبدا، عندما جاء محرم كان قد مات. من هذا الذي مات؟ المالك. تبين أن الشاة التي أخرجها هذه ليست زكاة. بعدين بقول لك إيش الذي يترتب على الشاة، هل تسترد؟ ما الذي يترتب؟ هو سيذكر هذا. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع بقاء المال إلى آخر الحول. بقاء المال إلى آخر الحول. عندي 40 رأسا من الغنم، أخرجت شاة معجلة، حولها في محرم، أخرجتها في رجب، وبعد أن أخرجت هذه الشاه، الشاة أو الشياه التي معي متنا، حصلت آفة، مرض أو نحوه فمتنا، واضح؟ تبين أن ذلك المعجل لا يكون زكاة. لماذا؟ لأن المال لم يبقى إلى آخر الحول، اتضح؟ الشرط الخامس، هنا الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، عدم تغير الواجب. عدم تغير الواجب. عندك 30 رأسا من الغنم أو 35 رأسا من البقر، الواجب تبيع أو تبيعه، صح؟ فأخرجت تبيعه أنثى في رجب، والحول متى؟ في محرم، توالدت، فلما جاء محرم صارت 40، الواجب فيها إيش؟ مسنة. تغير الواجب أو ما تغير؟ تغير الواجب، واضح ولا لا؟ فذلك المعجل لا يجزئ بل يسترده ويخرج مسنة، حتى ولو، انتبه معي، استمع إلي لا تنظر الكتاب، بعد ذلك تقرأ الكتاب لا بأس، لأن هذه الشروط موجودة لكن مفرقة في الكتاب، تمام؟ لو أنه عندما كان عنده 35 من البقر أخرج مسنة بزيادة، يعني مسنة تبيع زيادة، صح؟ تبيع زيادة، أخرج مسنة عن كم؟ عن كم أخرج؟ عن 35، لما جاء تمام الحول صارت 40، يقول الحمد لله أنا قد أخرجت مسنة، هل تجزئ أو لا تجزئ؟ قالوا لا تجزئ، لا تجزئ، مسنة، نعم هي مسنة، لكن الواجب عليه أن يستردها ثم يخرجها مرة أخرى أو غيرها، فهم؟ جيد. الشرط السادس بقاء المستحق. من المستحق؟ الآخذ للزكاة بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول. المستحق الآخذ للزكاة لا بد أن تكون فيه صفة الاستحقاق من فقر أو مسكنة أو غيرها من الصفات الثمان، عند أخذ الزكاة، عند قبضها، وعند الوجوب في تمام الحول، في هذين الوقتين لا بد أن يكون مستحقا للزكاة. فلو أنه
عند قبض الزكاة كان مستحقا، عند قبض الزكاة كان مستحقا، لكنه عند تمام الحول انتفت عنه صفة الاستحقاق، أصبح غنيا، لكن بشرط أصبح غنيا من غير المال الذي أعطي له في الزكاة، كأن مات قريب له فورث، فأصبح غنيا في تمام الحول، فإننا نسترد الزكاة. فهمتم ولا يا شيوخ؟ ولو أنه عند الإعطاء لم يكن بصفة الاستحقاق، وفي تمام الحول كان بصفة الاستحقاق، أيضا لا يستحق، تسترد منه. فلا بد أن يكون بصفة الاستحقاق عند القبض وفي تمام الحول. اتضح؟ كم هذه شروط؟ هذه ستة شروط، هذه ستة شروط. جيد، انظر ماذا قال المصنف رحمه الله. قال: ويجوز تعجيلها، أي الزكاة، قبل الحول. وشروط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول، هذا أحد الشروط. وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا، واضح؟ عفوا، قال: وشروط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب في آخر الحول. نعم، لا، قبل ذلك من البداية. قال: ويجوز تعجيلها قبل الحول، هذا تستفيد منه أحد الشروط. إيش من شرط؟ ويجوز تعجيلها قبل الحول، الأول، قبل الحول، أما قبل حولين فلا، واضح؟ قال: وشروط إجزاء المعجل أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول. جيد، وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا. وهذا يا إخوان ليس فقط في زكاة المال، حتى في زكاة الفطر. فلو عجلت زكاة الفطر من أول رمضان تأتي هذه الشروط. فيشترط مثلا أن يبقى المزكي لزكاة الفطر بصفة الوجوب إلى آخر رمضان، إلى أول شوال، واضح؟ إلى وقت، إلى وقت وجوب الزكاة، زكاة الفطر. ولا بد أن يكون المستحق الذي أخذ بصفة الاستحقاق إلى آخر رمضان، إلى غروب الشمس آخر ليلة من ليالي رمضان. قال: وأن يكون القابض في آخر الحول مستحقا. ثم قال: وإذا لم يجزي المعجل. إيش لم يجزي المعجل؟ متى لا يجزئ؟ إذا اختل شرط من هذه الشروط الستة لا يجزئ. وإذا لم يجزي المعجل استرد. إيش الذي استرد؟ بسم الله، استرد المعجل ممن أخذها، من القابض لها، إن كان باقيا بعينه، فإن تلف رد بدله، مثليا في المثلي ومتقوما في القيمة، واضح؟ قال: وإذا لم يجزئ المعجل استرد، إن علم القابض أنها زكاة معجلة. إن علم القابض، من القابض؟ المستحق. كيف يعني إن علم القابض أنها زكاة معجلة؟ يعني كأن أخبره المزكي، قال: هذه زكاة معجلة. ثم عند تمام الحول تبين أن هذا المستحق ليس بصفة الاستحقاق، له أن يسترد. أو كان المستحق الذي أخذ يعلم أن هذه زكاة معجلة ولو لم يخبره المزكي، واضح؟ ولو لم يخبره المزكي، فحينئذ للمزكي أن يستردها، كما قلت لكم، إن كانت باقية بعينها استردها، وإن كانت قد تلفت استرد مثلها إذا كانت من المثليات، أو قيمتها إذا كان من المتقومة. طيب، قوله هنا استرد،
إن علم القابض أنها زكاة معجلة ماذا تفهم؟ أما لو لم يعلم القابض التعجيل فإنها لا تسترد. واضح؟ إذا لم يعلم القابض التعجيل فإنها لا تسترد. ولو اختلف فقال المزكي أعلمتك أنها زكاة معجلة، وقال القابض لم تعلمني أنها زكاة معجلة، فقول من المصدق؟ القابض، قول القابض، لأن الأصل عدم الاسترداد، الأصل عدم الاسترداد، واضح؟ الأصل عدم الاسترداد، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.